بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام، 13 و14 و15. رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان. هذا الحديث عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، الذي هو الصادق المصدوق رضي الله عنه، أصدق لهجة لهجة أبي ذر رضي الله عنه، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام، وأبدلها بقوله 13 و14 و15. رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان. هذا الحديث في استحباب صيام 3 أيام من كل شهر، لأنه كما جاء في الأحاديث الأخرى: من صام 3 أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر كله، يصوم الدهر كله بصيام 3 أيام، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فصيام اليوم الأول 10 أيام، وصيام الثاني 10 أخرى، وصيام الثالث 10 ثالثة، وهذه هي أيام الشهر. والحديث جاء بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام، وهذا الأمر استحباب وليس بوجوب، لأن الأمر لا يخلو إن كان واجبا، والأصل أن الأمر للوجوب، فإذا جاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهم منه أنه يجب على المرء أن يفعل ذلك، لكن هذا الحديث صرفه عن الوجوب المعلوم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يوجب على هذه الأمة إلا صيام شهر رمضان، وأنه كان يجب صيام يوم عاشوراء في أول الأمر، ثم لما فرض رمضان اكتفى برمضان. أن نصوم من الشهر 3 أيام، وقوله من الشهر أي من أي شهر من الشهور سوى رمضان نصوم 3 أيام، وثلاثة الأيام هذه يجوز أن تكون في أوله، وأن تكون في وسطه، وأن تكون في آخره، لا حرج على المرء في ذلك، وسواء كان صامها متتابعة أو متفرقة، أو صامها جميعا أو مفردا، أو صام من العشر الأول يوما، ومن العشر الثانية يوما، ومن العشر الثالثة يوما، كل هذا صحيح، إلا أن الأفضل إذا تيسر للمرء أن يصوم 3 أيام أيام البيض، وأيام البيض هي 13 و14 و15. ولما سميت بيضا؟ لبياض ليلها بالقمر، لأن القمر يخرج من أول الليل
ولا يغيب عنها ما يظلم الوقت بعد هذا، بدء القمر يستمر طوال الليل حتى يظهر النهار، والحكمة في ذلك والله أعلم كما قال بعض المختصين بالطب، قالوا كونها 13 و14 و15 أيام البيض ذلك أن الرطوبة تزيد في الجسم عند زيادة القمر، كلما زاد القمر زادت الرطوبة في الجسم، فإذا صام المرء فإن الرطوبة تقل في جسمه، وأن الصيام لا يشق عليه حينئذ مع وجود الرطوبة، لأنه إذا صام وقت شوفت جسمه فإنه يعطش بهذا غالبا ويتعب، فإذا صام في وقت رطوبة الجسم وكثرة الماء فيه فإنه لا يضره الصيام ولا يتعبه، والله جل وعلا أحكم وأعلم حينما شرع لعباده، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم شرع لنا صيام البيض لهذه الحكمة والله أعلم. وأما قوله 13 و14 و15، 5 مذكر و5 مؤنث و10 مؤنث و10 مذكر، فإذا كان العدد المعدود ينطلق إلى المذكر فنقول 15 يوما و15 ليلة، نذكر الأول ونؤنث الثاني في المؤنث، وأما المذكر فالعكس، نقول 15 يوما 15 يوما 5 أيام 5 مؤنث وأيام مذكر، فنذكر مع المؤنث ونؤنث مع المذكر 5 أيام، هذه 5 مؤنث وأيام مذكر، وخمس ليال 5 ليال 5 مذكر سالم من تاء التأنيث، وليال مؤنث، والعشرة بخلاف ذلك فنقول 10 أيام 10 مؤنث في التاء، وأيام مذكر، وعشر ليال 10 مؤنث أو مذكر، مذكر إذا لم يكن فيه تاء التأنيث، 10 ليال فالعشرة والخمسة والأفراد وهكذا، كل عدد له ما يناسبه، فإذا كان المعدود مؤنث قيل له 15 ليلة 15 ليلة، وإذا كان مذكر قيل 15 ليلة 15 يوما 15 يوما، سخرها عليهم 7 ليال 8 أيام حسوما، فالأيام لكونها مذكر تؤتى بتاء التأنيث بالعدد، والليالي لكونها مؤنث يمنع منه تاء التأنيث. نعم. درجة الحديث، الحديث حسن، الحديث حسن يعني لا يصل إلى درجة صحيح ولا يصل إلى درجة الضعيف، فالأحاديث يقال لها هذا حديث حسن وهذا حديث صحيح
وهذا حديث ضعيف. فالحسن بين درجتين، بين درجة الضعيف والصحيح. قال في التلخيص: رواه النسائي والترمذي وابن حبان من حديث أبي ذر، ورواه ابن حبان أيضا من حديث أبي هريرة، ورواه يعني هذا الحديث عن صحابيين رضي الله عنهما، عن أبي ذر وعن أبي هريرة. ورواه ابن أبي حاتم عن جرير مرفوعا، وصحح أبو زرعة وقفه على جرير. قال الترمذي: حديث حسن، وللحديث طرق أخرى. مفردات قوي بعضها بعضا، إذا تعدد الطرق الحديث اعتبر قوي، يكون أقوى مما لا يتعدد طرقه. مفردات الحديث 13 و14 و15، وتسمى الأيام البيض، وذلك لبياض لياليها بطلوع القمر في جميعها من أولها إلى آخرها. يعني بطلوع القمر في جميع الليل، يطلع القمر ينير من أول الليل إلى آخر الليل حتى يغلبه ضوء النهار. 13 بدل من المفعول به، وهو مركب مسجي مبني على فتح جزئيه. ومحل 13 أمرنا أن نصوم 13، 13 في محل نص مفتوح، 13 وهو مفتوح مبني على فتح الجزئين، مبني على الفتح، فتح الجزئين 13. يعني تقول: أقمت في هذا البلد 13 ليلة، وجئت وأخذت منك 13 ريالا، وهكذا. فتؤنث المعدود، إذا تأنث المعدود ذكرت العدد والعكس كذلك. ومفتيع فتح الجزئين، يعني جميع دائما تقول 13 و14 و15، كلها 4 و5 و6 وما بعدها 10. في كذلك مفتوحة مبنية على الفتح، هذا الجزئين مركب مبني على الفتح 13. نعم. 13 بدل من المفعول به، وهو مركب مزجي مبني على فتح جزئيه. مركب مزجي يعني ينطق بها جميعا ككلمة واحدة. وهو مركب مزجي مبني على فتح جزئيه، ومحله النصب. وذكر 3 موافقة ليوم المذكر، وذكر 3 موافقة ليوم المذكر، وأنث 10 مخالفة ليوم، وهكذا باقي هذه الأعداد المركبة. نقول 13 و13، 13 امرأة و13 رجلا. ما يؤخذ من الحديث: الحديث يدل على استحباب صيام 3 أيام من كل شهر من شهور السنة الهلالية. السنة الهلالية وليست الشمسية، الشمسية الفرنجية الآن، والهلالية القمرية التي هي يظهر الهلال في أولها إلى آخرها، وهكذا. وأجر الأيام 3 بقدر أجر صيام الشهر كله، إذ الحسنة 10 أمثالها،
ويدل لهذا التقدير ما جاء في السنن الأربع من حديث قتادة بن ملحان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي كهيئة الدهر. هي كهيئة الدهر يعني ثلاثة أيام كأن المرأة صام الدهر كله، لأنه إذا صام في الثلاثين يوما ثلاثة أيام كأنه صام الثلاثين يوما كلها. فالمديم على صيام الأيام الثلاثة من كل شهر كأنه صام الدهر كله. الأفضل أن تكون من الشهر الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر لحديث الباب، ولما أخرجه النسائي بإسناد صحيح عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام ثلاثة أيام من كل شهر كصيام الدهر، وأيام البيض صبيحة ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. واستحباب صيام أيام البيض الثلاثة هو قول جمهور أهل العلم، العلماء رحمه الله يقولون يستحب إذا صام من الشهر ثلاثة أيام أن يتخير ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة، هذا أفضل. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفطر أيام البيض لا في حضر ولا سفر، والله أعلم. نعم. واستحباب صيام أيام البيض الثلاثة هو قول جمهور أهل العلم، بل حكى الوزير الاتفاق على فضيلته. تخصيص فضيلة الصيام بأيام البيض الثلاثة كما جاء في السنة المطهرة فيه إعجاز علمي، فقد ذكر الأطباء إعجاز علمي يعني أنه يظهر فيما بعد هذا الإعجاز، لأن الأوائل ما كانوا يتصورون يعني أن هذا يحصل في هذا الشهر، أنه ثلاثة العشر وأربعة عشر وخمسة عشر نفيها ذلك، لكن هذا يدرك بعد تطور العلم بأن العلم أثبت أن الجسم يكثر الماء فيه والرطوبة في ثلاثة الأيام التي ينتشر فيها القمر ويستمر نوره، فإن حركة الجسم وسيلان الماء منه وحصول الماء والرطوبة فيه تابع للقمر لشعاع القمر بإذن الله. نعم. تخصيص فضيلة الصيام بأيام البيض الثلاثة كما جاء في السنة المطهرة فيه إعجاز علمي، فقد ذكر الأطباء أن رطوبة الأجسام تزيد فيها مع زيادة نور القمر واكتماله، والصوم يساعد على التخفيف من هذه الفضلات وإفراغها من البدن، كما أن الصوم حينما يلاقي البدن ممتلئاً من هذه الرطوبة تخف مشقته ويسهل تحمل تحمله على الصائم، ولله في شرعه حكم وأسرار، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم أو في ناء أحدكم ليغمسه ثم لينزعه ثم عتوى بالخيار إن شاء شربه وإن شاء رماه. فقيل له لما يا رسول الله؟ فقال لأن في أحدي جناحيه داء وفي الآخر دواء، وهو الخبيث يسقط على الجناح الذي فيه الداء، فإذا غمسه قابل الدواء الداء فسلم المرء من شره، وإذا لم يغمسه فإنه يكون في الإناء الداء دون الدواء. فلذا يجب على المسلم أن يهتم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله ويحرص على ذلك، سواء أدرك الحكمة أو لم يدركها.
فإن أحد جناحيه دواء في الآخر دواء، وهو ينزل يتكي على الجناح الذي فيه الداء، فإذا نزل الداء في الإناء استمر الداء، وإذا نزل الداء وتبعه الدواء رفع الداء رفع الدواء الداء بإذن الله. وهكذا في أقواله صلى الله عليه وسلم حكم ومعارف لا تدرك في ذلك الوقت، وصلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، ولا يقال إنه لا يدري ذلك، لكنه قد يترك البيان هذا لأن الناس لا يحيطون بذلك لا يدركونه. لكن الآن أدرك بالطب أن الغمس يزيل أثر سقوط الذباب، ثم إن شاء شربه وإن شاء رماه، وبالخيار ما يلزمه أن يشربه. فإذا كان الماء باردا فيحسن شربه لأنه لا يضره، وإذا كان حارا ويموت فيه الذباب في وسطه فيكره كثير من الناس أن يشربه، وإن شربه فلن يضره، وإن تركه فلا يلزم بشربه. ما يقال إنه عصى أمر الرسول، المهم أن تغمسه، هذا هو الواجب عليك حينما تسمع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، ثم هو بالخيار إن شاء شربه وإن شاء لم يشربه، ما في حرج. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. متفق عليه، واللفظ للبخاري. زاد أبو داود غير رمضان. هذا الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم تطوعا وزوجها شاهد، يعني حاضر في البلد، من شهد منكم الشهر فليصمه إلا بإذنه، أن تستأذنه في الصيام، فإن أذن صامت وإن لم يأذن فلا تصوم، لأنها إذا صامت أتت بالمستحب الذي هو الصيام وعصت زوجها الذي هو حرام عليها، فلا يكافئ هذا هذا، بل يجب عليها ألا تصوم ما دام زوجها حاضر إلا بإذنه، خاصة إذا كان قريب منها أو يرتادها أو يأتيها أو يحتاج إليها، لأن حاجة الزوج مقدمة على جميع الحوائج. لو أمرها أبوها بشيء وأمرها زوجها بشيء ماذا يجب عليها؟ هل يجب عليها أن تطيع أباها أو تطيع زوجها؟ يجب عليها أن تطيع الزوج وإن عصت والدها. فالمرأة إذا تزوجت صارت بإمرة زوجها فقط ولا إمرة لأحد عليها إلا بإذنه، والإذن قد يجوز أنها تستأذن وتقول: أريد أصوم غدا، فيقول: لا بأس، هذا إذن. أو كانت مثلا تصوم وهو لا يكره ذلك فلا بأس، ولا يلزم أن يتستأذنه. إذا عرفت أنه لا يكره صيامها فعليها أن تصوم ولو لم تستأذن، لأن الإذن قد يكون لفظا وقد يكون مدرك بالمعنى. وزوجها شاهد يعني حاضر، المراد الحضور، حاضر في البلد التي هي فيه. نعم. وزيادة لفظ غير رمضان هذه معلومة من الدين لو لم ترد، لأن رمضان يجب صيامه، ولا يجوز لها أن تطيع زوجها لو قال لها: لا تصومي غدا يمكن أحتاجك في النهار، نقول: لا، بل يجب عليها أن تصوم ولا تحتاجها أنت،
حتى لو كان الزوج غير صائم مثلاً لمعصية، أو غير صائم لكونه مريض أو كونه مسافر، كل هذا ليس بعذر لها في ترك الصيام، فلا تترك الصيام من أجل أن زوجها مريض يحتاجها، فلا تترك الصيام بل تصوم وتقوم بما يجب عليها نحو زوجها، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. درجة الحديث زيادة أبي داود قال عنها النووي في المجموع إسنادها صحيح على شرط الشيخين. مفردات الحديث شاهد أي حاضر عندها غير غائب، قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هذه الآية الكريمة أوردها المؤلف رحمه الله تعالى لقوله شاهد، يعني ما يستدل بها، وإنما يستدل على اللفظ، لفظة شاهد أن المراد بها حاضر. قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أي من كل منكم مقيما غير مسافر، بإذنه من أذن يأذن إذنا بمعنى أباح له وأجازه، ومنه إذن الزوج لزوجته. ما يؤخذ من الحديث حقوق الزوج على زوجته كبيرة، وذلك لوجوب طاعته وامتثال أمره بالمعروف وإجابة مطالبه العادلة ورغباته الممكنة. قال شيخ الإسلام إذا تزوجت المرأة كان زوجها أملك بها من أبيها، وطاعة زوجها عليها أوجب، لما روى الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ومن هذا أنه لا يحل له لا يحل لها أن تصوم صوم تطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه وموافقته، وأما إن كان غائبا عنها فيجوز أن تصوم ولا تحتاج إلى إذنه، إذ صيامها لا يضيع عليه حقا من حقوقه، لأنه الأدام مسافر ما هو بحاجة إليها ولا يمكن تصل إليها، لكن إذا كان حاضر يمكن يحتاجها، فيجب عليها أن تهيئ نفسها ولا تتعذر بالصيام النفل. ما يجوز للمرأة أن تتعذر عن زوجها بصيام النفل، لأن الصيام نفل تطوع، وطاعة زوجها واجبة عليها، فيجب عليها أن تستجيب، وإذا قال لها أفطري فيجب عليها أن تفطر ولا يجوز لها أن تصوم. وأما إن كان غائبا عنها فيجوز أن تصوم ولا تحتاج إلى إذنه، إذ صيامها لا يضيع عليه حقا من حقوقه، وجواز صيامها هو مفهوم حديث الباب، ولأن حديث الباب يعني لم يتلفظ به الحديث، وإنما قوله صلى الله عليه وسلم وزوجها شاهد. وش يفهم من هذا؟ يفهم من هذا أنه إذا كان غائب أن لها أن تصوم ولا حرج، هذا مفهوم الحديث وما يدل عليه الحديث بدون نطق بذلك. ولأن المعنى المراد من المنع لا يوجد. أما الصوم الواجب كرمضان أداء كان أو قضاء فمقدم على طاعته، ويجب عليها صيامه ولو كره الزوج، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلو صامت نفلا بغير إذنه صح صيامها، مع أن صيامها محرم عليها، ذلك أن حق زوجها عليها مقدم على صوم التطوع. يعني تطوعها صحيح،
لكنها تأثم. ويش دول من التطوع؟ الأجر. فإذا كانت آثمة ولو كان صيامها صحيح فما يسوغ لها أن تصوم. نعم. لكن ينبغي أن يكون بين الزوجين عشرة حسنة ومعاملة طيبة، فكل منهما يعاشر صاحبه بالإحسان والمعروف لتدوم الصحبة وتستمر العشرة. يعني ينبغي للزوج لا يعاند زوجته إذا رآها مقبلة على الطاعة، يعني يساعدها إلا في حاجة له ماسة فيمنعها. الإذن من الزوج لا يشترط فيه التصريح، بل إذا علمت من قرائن الحال ما يدل على الرضا بذلك فإنه يكفي، فإن الإذن العرفي كالإذن اللفظي. الإذن العرفي اللي معروف إنه ما يكره أن تصوم زوجته، هذا إذن منه، واللفظي كأن تستأذن فيقول نعم صومي لا بأس، هذا لفظ. وأما إذا علمت أنه لا يكره فلا بأس عليها، يعتبر هذا إذن عرفي. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: ما الحكمة أو السبب من الوضوء بعد أكل لحم الإبل؟ بعض العلماء رحمه الله يقول: الوضوء من لحم الإبل تعبدي. إيش معنى تعبدي؟ يعني تعبدنا الله جل وعلا بذلك ونحن لا نعقل علته، لا نعقل السبب. يقول تعبدي للعبادة التي شرع الله جل وعلا. وبعض العلماء يقول: لا، ليس هذا تعبدي، بل هذا معقول الحكمة، لأن الإبل فيها القوة والعظمة على سائر الحيوانات، وقد تقترن بها الشياطين، تمدها بشيء من القوة والعنجهية. فلذا أمرنا بالوضوء من لحم الإبل لنزيل هذا الأثر عن البدن. بعضهم يتلمس هذا تلمسا، والله أعلم. يقول السائل: هل أهل مكة يحرمون للحج من مكة؟ أهل مكة يحرمون بالحج من مكة، وأما في العمرة فإنه يلزم أن يحرموا من الحل. لما ذلك؟ قالوا: لأنه يجب أن يجمع في كل نسك حجا كان وعمرة بين الحل والحرم، فهو في الحج يحرم من الحرم من مكة ويخرج إلى الحل عرفات، وفي العمرة يحرم من الحل ويدخل إلى مكة. قالوا: الجمع بينهما واجب، الحل والحرم في كل نسك، يعني ما يسوغ للإنسان أن يحرم بنسك العمرة من مكة ويطوف ويسعى بمكة وينتهي، لأنه ما جمع بين الحل والحرم. يقول السائل: بالنسبة للأيام الست التتابع أفضل، لكن لو قطع بيوم واحد هل ينقطع ولا يأخذ فضل التتابع؟ أولا ما أعرف أن التتابع سنة، ما قال عليه الصلاة والسلام التتابع، وإنما أمرنا واستحب لنا الصيام ستة أيام من شهر شوال، سواء كانت متتابعة أو متفرقة، فلا يلزم التتابع لو فرقها على الأيام الخميس أو أيام الجمعة أو أيام السبت، فلا حرج على المرء في ذلك كله، وإنما يستحب أن تكون في شوال خاصة. قال بعض العلماء: يستحب المبادرة. المبادرة لما يرحمك الله؟ قال: لأنه إظهار للرغبة في العبادة، وأنه ما مل من صيام شهر رمضان،
فبادر إلى أداء النسك أداء الصيام في الوقت الذي يمكنه في ذلك، يعني ما أخر أياما وإنما بادر، فلا حرج عليه، جمعها أو فرقها. يقول السائل: ما حكم لبس الخاتم في اليدين اليمين واليسار، وهل يحق لي أن أنكر عليه؟ أخي لا تحرص على الإنكار إلا إذا ظهرت لك المخالفة، أما شيء لم يظهر لك فيه المخالفة فلا تحرص على الإنكار، ولا تنكر على أخيك المسلم فعله ما دام أنك لم تتبين أمر ذلك. يقول السائل: ما الجمع بين يا عائشة إذا أذنبت فاستغفر الله وتوبي إليه، وبين الآية إلا أن يأتين بفاحشة مبينة؟ أولا ما في خلاف بين الآيتين يا أخي أبدا، ولا تتلمس الخلاف في شيء لا خلاف فيه، هذا قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: إذا أذنبت قبل أن تأتيها البراءة من الله جل وعلا المطلع على أحوال عباده، فالله جل وعلا برأها، ولذا هجرها الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يطلع على البراءة ويعلم عنها، فهو عليه الصلاة والسلام لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه جل وعلا، فهو يتهمها أو يقول لها: إذا أذنبت إذا كنت مذنبة فاستغفر الله، هذا يقال لكل أحد: إذا أذنبت فاستغفر الله، لكن هل أذنبت؟ لا، ما أذنبت رضي الله عنها، وإنما حصان رزيان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوائل رضي الله عنها، كما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، وكان ممن اتهمها بذلك لكنه تراجع رضي الله عنه وامتدحها بعدما أثنى الله جل وعلا على عائشة وقال: إن الذين جاءوا بالبكر عصرة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. فالذين اتهموا عائشة آثمون بذلك، والذي نشر هذا وأكثره وتكلم فيه عبد الله بن أبي بن سلول له الوعيد الشديد يوم القيامة. ولا تصور أن الآيات يكون فيها تعارض أبدا إلا لجهلنا بمعرفتها. يقول السائل: ما هي كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن نقول: اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وإن زدنا فيها ونقصنا فلا بأس. يقول السائل: هل يحل للرجل أن يخطب امرأة وهي في العدة؟ لا يجوز للمسلم أن يخطب امرأة وهي في عدة من زوجها طلاق الرجعي، لأنها في حكم الزوجة، فلا يجوز لها أن يخببها على زوجها ويخربها، لأن زوجها قد يكون طلقها وهو يريد مراجعتها لكن طلقها لتأديبها، فالمطلقة الرجعية في حكم الزوجة، ولا يجوز للمرأة أن يخطبها ولا أن يعرض بخطبتها. أما من مات زوجها أو في عدة طلاق بائن لا رجعة فيه فيجوز للرجل أن يعرض ولا يخطب خطبة صريحة، وإنما يعرض تعريض، والتعريض يختلف عن الخطبة الصريحة. التعريض يقول: أنا أود أن أتزوج لكني ما وجدت امرأة تصلح لي، وإنما يمكن يصلح لي كذا إذا كانت مطلقة، زواجها الأول سهل أو كذا أو صفتها كذا، يذكر صفة هذه المرأة، هذا هو التعريض،
ولا يجوز أن يخطبها وهي لا تزال في العدة. يقول السائل: من أفطر في شهر رمضان بلا عذر ولا يعلم الأيام التي أفطر فيها فماذا عليه؟ بعض العلماء رحمهم الله يشدد في هذا، يقول لا يجوز له قضاؤها ولا تقضى، لأنه ما دام أفطرها بدون عذر فلا يقبل منه قضاؤها أبدا، وتبقى عليه إلى يوم القيامة، ثم أمره إلى الله جل وعلا، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. بعض العلماء رحمهم الله يقول عليه التوبة والقضاء، عليه التوبة والقضاء، فعند من يقول عليه التوبة والقضاء أنه إذا كان لا يدري كم عدد الأيام يحتاط، إذا كان يتوقع أنها من العشرة فأقل يصوم عشرة، إذا كان يتوقع أنها تبلغ 30 يوما يصوم أكثر من ذلك، وهكذا. يقول السائل: جئت من القصيم منذ 5 أيام وعملت عمرة وأريد عمرة أخرى، كم يوم بين العمرتين؟ هذا أنك أديت العمرة قبل 5 أيام فلا يحسن أخي أن تؤدي عمرة ثانية، وإنما تكفيك العمرة الأولى فيها خير وبركة. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم تحديد بين العمرتين، تحديد عدد الأيام ما ورد هذا، وإنما العمرة بعد العمرة لا بد أن يكون لها سبب. العمرة بعد العمرة إذا قدم إلى مكة بالعمرة الثانية نعم فيحسن له أن يعتمر، لكن إذا كان مقيما في مكة فلا يحسن أن يخرج من أجل العمرة. إيضاح ذلك: مثلا أدى العمرة ثم سافر للمدينة أو سافر للطائف أو سافر لجدة لغرض ما لا لتكرار العمرة، فيحسن به أن يعود إلى مكة بعمرة ما يحرم نفسه، لكن إذا كان بمكة فلا يحسن أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى. يقول السائل: هل أهل الجموم وادي فاطمة يعتبرون من حاضر المسجد الحرام؟ هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يقول حاضر المسجد الحرام هم أهل الحرم فقط اللي يسكن داخل الحرم، وبعضهم يقول إذا سكن قريبا من الحرم، وبعضهم يقول إذا كان بينه وبين الحرم أقل مسافة قصر، وبعضهم يقول إذا كان بينه وبين الحرم إذا كان المواقيت بينه وبين ما أراد أن يحرم منه فلا بأس فيعتبر من حاضر المسجد الحرام، يعني إذا كان دون الميقات فيعتبر من حاضر المسجد الحرام، والمسألة فيها خلاف. يقول السائل: هل أهل مكة يحرم ويطلع إلى عرفة بدون طواف وسعي في الحج؟ نعم، إذا أحرم من مكة فله أن يطوف طواف التطوع، هذا مشروع في كل وقت ما يمنع منه في وقت من الأوقات، وأما السعي فلا يصلح إلا بعد طواف نسك، طواف قدوم أو طواف حج أو طواف عمرة، ما يصلح إلا بعد طواف نسك، والمحرم من مكة ما أمامه طواف نسك إلا طواف الإفاضة. يقول السائل: أريد الطواف بالبيت 7 أشواط وأنوي ثوابها لقريب لي متوفي، فما حكم ذلك؟ هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء أجاز ذلك وقال ما دام أن الحج يجوز عن الغير والطواف جزء من الحج فيجوز عن الغير، وبعض العلماء يقول الطواف لم يأتي عن الغير، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم طواف عن الغير فيمنع، وأما الحج فقد جاء الطواف والسعي وسائر
أعمال الحج عن الغير. يقول السائل: هل للزوجة حق في رفع دعوى على زوجها لكونها يمنعها من صيام التطوع دائما بدون سبب؟ لا يا أخي، ليس لها حق في ذلك، لأن زوجها أدرى بمصلحتها ومصلحته هو، لأنه قد يحتاجها وهي صائمة تتعلل بالصيام فتمنعه من قربانها، ولا يجوز له لها أن تقيم عليه دعوى إلا إذا منعها النفقة أو منعها ما يجب لها، أما ما لا يجب فلا يجوز للرجل ولا للمرأة أن يقيم دعوى على صاحبه. يقول السائل: لو شخص عمل عمرة من شوال وجلس إلى الحج، هل عليه فدي مال؟ وهل الفدي يقول: لو اعتمر الشخص في شوال وجلس إلى الحج هل عليه فدية؟ نعم، إذا جلس بعد عمرته في مكة ولم يسافر والعمرة وقعت في أشهر الحج فيكون متمتع، والمتمتع عليه هدي التمتع شكرا لله جل وعلا حيث يسر له العمرة والحج في وقت واحد، فهدي التمتع ليس فدية وليس جبر نقصان، وإنما هو هدي تمتع، هدي شكر لله جل وعلا الذي يسر لعبده القيام بالحج والعمرة في وقت واحد. يقول السائل: هل للعمرة طواف وداع؟ هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يرى أن طواف الوداع كما هو واجب في الحج فهو واجب في العمرة، لأن العمرة نسك ثان، فيجب فيها ما يجب في النسك الأول الذي هو الحج. وآخرون يقولون: لا، العمرة تختلف عن الحج، لأن الحاج يدخل مكة ثم يخرج منها، فأمر أن لا يخرج إلا بطواف وداع، وأما الحاج المعتمر فإنه يدخل مكة ولا يخرج منها. وعلى كل حال فلا يجب على من لم يودع، لا يجب عليه هدي في العمرة ويجب عليه الهدي في الحج. هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.